هناك وجوه في ملاعبنا لا تحتاج إلى وقت طويل لتحجز لها مكاناً وسط الكبار، مواهب لا تستند إلا على الإخلاص والجهد والعرق والطموح. عربي بدر لاعب وسط الأهلي الصاعد، من فصيلة لا تخطئها العيون والأبصار وتحبها القلوب وتتعلق بها. عربي بدر ناشئ الأهلي من مواليد 2001، الذي ولد في محافظة الجيزة وعرف الطريق مبكراً للقلعة الحمراء. تدرج بين ناشئيه وكان نجماً لامعاً يخطف الأنظار مبكراً، فتدرج سابقاً لأقرانه يلعب مع فئات سنية وعمرية أعلى. سلك نفس دروب النجوم الكبار قبل أن يكمل 17 ربيعاً. عربي بدر الذي كان برنامج الأشبال أول من تحدث عنه، من هنا نحن أول من وضعه تحت المنظار وقدمناه للجهاز الفني للفريق الأول في نجم المستقبل. بات فرس الرهان وعنصرا صاعدا في صفوف المارد الأحمر. عربي بدر اكتشفناه هنا ودعمناه، وها هو اليوم معنا في الأشبال يتحدث عن الذكريات والأحلام.